وما إن انتهت الأيام الثلاثة، وإذ برسالة تصل لخالد بن الوليد، وإذ هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة القضاء سميت بالقضاء لأنها وقعت حسب المقاضاة، أي المصالحة التي وقعت في الحديبية كما جاء بالصلح، هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وسميت هذه العمرة بالقضاء والقضية والصلح. وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء الدخول الأول للنبي لمكة بعد غياب دام 7 سنوات. فلما دار العام بعد صلح الحديبية وجاء الموعد للتوجه نحو مكة لأداء العمرة حسب ما نصت عليه المعاهدة، وذلك في شهر ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 2000 من المسلمين سوى النساء والصبيان متجهين نحو مكة لأداء العمرة في موكب مهيب يشق أمام الرسول صلى الله عليه وسلم الفرسان ليؤمنوا له الطريق بمظهر عسكري قبل وصول مكة. فعبروا عبر القرى والبوادي ووراءهم النبي بزي واحد من الإحرام، وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويسوقون هديهم في مظهر لم تشهد مكة له مثيل من قبل. فوصل الفرسان إلى وادي يسمى بالظهران، فتفقده الفرسان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمبيت فيه، فكان بعضا من الأنفار القرشيين، فلما اقترب الفرسان قالوا إنهم أصحاب محمد، فتغيرت ملامحهم وهرعوا إلى مكة وظنوا أن محمد نقض العهد عندما رأوا فرسان المسلمين وهم مدججين بالسلاح، فدخلوا مكة وهم ينادون بأن محمد نقض العهد. وبات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في وادي الظهران وهم لا يعلمون ما يحدث في مكة، فبعثت قريش بالعيون لاستكشاف الأمر، فرأوا النبي وليس معه أحد من الجيوش، فرجعت العيون لقريش. وبعدها اقترب النبي للحرم في منطقة تسمى يأجج، وأصبحوا يرون ملامح الحرم، المسلمون يرون الحرم وقريش بالطرف الآخر يترقبون، فرأوا النبي بملابس الإحرام فتيقنوا أن محمد جاء يعتمر وتذكروا العهد. فبعثت قريش برجل يكلم محمد، فأعلمه النبي أنه لن يدخل بالسلاح إلا بسلاح المسافر، أي بالسيف فقط، وهذا ما كان حسب العهد الذي تعاهده النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية على القدوم لأداء العمرة، وأن تترك له قريش مكة 3 أيام، وألا يدخل المسلمون ومعهم سلاح إلا السيوف في أغمادها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأخذ أسلحتهم خشية من غدر قريش، فكان المسلمون مستعدون لأي طارئ أو غدر تقوم به قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبقاء السلاح خارج حدود الحرم وترك عليها مجموعة من المسلمين لحراستها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وأخذوا يطوفون بالكعبة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار القوة والجلد في طوافهم وسعيهم، أي باستعراض عسكري ردا على إشاعة قريش بأن المسلمين ضعفاء قد أوهنتهم حمى يثرب، فإن قريش أشاعت أن محمد خرج من يثرب هربا من حمى أصابتهم فيها، فسارع المسلمون في الأشواط 3 الأولى من الطواف كما هرولوا في السعي ليظهروا للمشركين قوتهم. وكانت قريش قد خرجت من مكة وتجمعت على جبل قعيقعان ينظرون إلى المسلمين في طوافهم وسعيهم ويتعجبون من قوتهم، فأغاظهم النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار قوة المسلمين كما أغاظهم من قبل في صلح الحديبية عندما ساق الهدي ونحره طاعة لله، وكان من جملة هذا الهدي جملا كان لأبي جهل غنمه المسلمون في بدر. وبعد أن أدى النبي صلى الله عليه وسلم مناسك العمرة هو ومن معه أرسل جماعة من الصحابة إلى موضع سلاحهم ليتيحوا الفرصة لإخوانهم الذين كانوا يحرسون السلاح لأداء العمرة. وبمجرد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الإحرام تقدم أيضا للزواج من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وسط مكة، فأوكلت
رضي الله عنها أمر زواجها للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وبعد أن انقضت الأيام الثلاثة التي اتفقوا عليها فقالوا للنبي: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. فقالوا له: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. وما إن انتهت الأيام الثلاثة وإذ برسالة تصل لخالد بن الوليد، وإذ هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم خالد وهو من خيرة فتيان قريش وأشرافها، وعاد إلى مكة فاتحا برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.